حياكم الله من جديد. حفلت المائدة الرمضانية بكثير من أصناف الطعام بين الأطعمة الدسمة والحلويات والمشروبات، وبالطبع هذا يسبب تغيير كبير في طبيعة الجسم ونمطه الغذائي على مدى شهر كامل يصعب التخلي عنه بصورة مفاجئة بعد انتهاء شهر رمضان. يا منيا، بالتأكيد، وعلشان كذي ينصحون الكثير من خبراء التغذية بالتدرج خلال العودة إلى النمط الغذائي الطبيعي خلال الأيام العادية. بعض النصائح والإرشادات راح نتعرف عليها اليوم مع ضيفتنا الأستاذة العنود فيصل الصميط، اختصاصية التغذية العلاجية، لكن بعد هذا التقرير. حياكم الله من جديد العنود، يسعد صباحك وحياك الله والساعة المباركة، شرفتينا ونورتينا وتجيبي لنا الخير وتنصحينا وتنصحين الساده المشاهدين شلون ممكن يعدلون هالخربطه اللي صارت في شهر رمضان مع بدايته ودخول هذا الشهر. 16 ساعه صيام، لكن بعدها هالثمان ساعات اللي باجيه وسبع ساعات كانت قمه الدمار، فشلون ممكن الواحد يعدل من هالسيستم؟ صحيح. هي طبعا شيء اصبح عليكم على المشاهدين واقول لهم كل عام وهم بخير وان شاء الله ينعاد عليهم بالصحه والعافيه يا رب العالمين. الخبطه صارت، يصير عموما تغيير النمط دائما في صعوبه. صح. قبل دخول رمضان كان في ناس عندها مخاوف، شلون انا بتاقلم على الصيام، ساعات صيام طويله وغيره، فكان عندنا نصائح معينه. في بعض المشاكل كانوا يواجهونها مثل الصداع مثلا، العطش، الامساك، في مشاكل كانوا يعانون منها خلال رمضان. صحيح. طبعا كله يعتمد على نوع الاكل اللي ناكله. المفروض ان احنا نكون في رمضان استغليناه صح ويكون نظامنا، بلشنا دائما رمضان فرصه حق تغيير اشياء وايد. بس اللي صار معانا في ناس، مو كل الناس، الاغلبيه يكون عندهم بالعكس صعوبه في رمضان، لان الحلويات والاشياء المقليه وغيرها من نفطر لين السحور يعني الامساك. فهذه طبعا اهم، هذه لها مضار ومشاكل صحيه اخرى نبي عاد الحين نعدل مع انتهاء رمضان، مع بداية نمط جديد. الحين يوم الأحد، دائما الناس تحب تبتدي الرجيم والنمط الغذائي جديد. خلص العيد إن شاء الله بالخير والعافية والصحة للجميع، نبي نبدي نمط جديد. فإحنا الحين نبي نستغل هالشيء. دائما التغيير يكون فيه صعوبة. صح. تدرين ساعات صيام طويلة، النهار أغلبه نوم. صح. والنومة من أهم المشاكل اللي قاعد نواجهها، تعديل. صح. النوم، وإحنا مطلوب إن إحنا نعدل النوم علشان نبي ندخل نمط غذائي جديد اللي هو ريوق وغدا وعشاء ووجبات خفيفة بينهم. فهذا من أهم المشاكل اللي نواجهها، تعديل النوم وتعديل وجباتنا. ضروري جدا إن إحنا نبتدي نعدل من هذه الوجبات. صح. نعم. أستاذة العنود، أبي أعرف شنو الأضرار الغير مستحبة جراء تغيير النمط الغذائي خلال رمضان وانتهاء الصيام والحين العودة للنمط الطبيعي. طبعا هو شوفي، بما أن إحنا قاعد نفاجئ المعدة بأكل دسم وثقيل، خاصة سواء كان برمضان يعني صيام بعدين الفطور يكون دسم، أو بعد رمضان بعد ما تعودنا على نمط غذائي معين وبنغيره. نعم. لما نفاجئ الجسم باكلات دسمه حجمها كبير، هذا يسبب مشاكل، منها مشاكل صحيه مثل التلبك، المغص، الحارج وغيرها. هذه طبعا جسديا نحس فيها تاذينا، زائد الاشياء اللي تصير داخل الجسم. احنا المفروض خلال رمضان ساعات الصيام الطويله هذه شنو نستفيد منها؟ ان احنا الجسم ياخذ طاقه، يحتاج طاقه خلال الصيام. صحيح. يستهلك السكر الموجود بالدم. نعم. إذا خلص راح يستهلك السكر المخزون في العضلات وفي الكبد. صح. إذا خلص راح يكسر الدهون الموجودة في العضلات، وهذا اللي احنا نبي كمصدر الطاقة. بعد هذا لما نيجي احنا نخربط بعد رمضان، راح نرد نخرب كل اللي احنا سويناه خلال ساعات الصيام. صح. فالمطلوب ان احنا نوازن في اكلنا، ما نخربط الاكل الدسم هذا اللي راح ياثر علينا سلبا. نعم. طبعا غير الناحيه الثانيه، ارتفاع السكر بالدم، ارتفاع الكوليسترول والدهون الضاره في الجسم نتيجه استهلاكنا نمط غذائي خاطئ. صحيح. طيب ستيب 1، شلون ابدي؟ شلون ابلش؟ خلينا نقول شلون نرجع نعدل هالخربطه اللي صارت، من وين نبتدي ومن وين نبلش؟ ما اكيد ما راح احرم نفسي من البدايه، شوي شوي حتى ما افاجئ الجسم او العقل وبعدين يضربني مره ثانيه وارجع اهجم مره ثانيه. صحيح. فشلون؟ بالضبط. اول شيء انت المفروض احنا نكون استفدنا من رمضان. صحيح. اتبعنا نظام غذائي معين، لكن اذا احنا حابين نبدي من الحين، قلتي كلمه وايد مهمه اللي هي التدرج. احنا المفروض ان احنا نتدرج. صح. التدرج، فاحنا نبتدي ندخل الوجبات خلال الساعات اللي احنا كنا متعودين ما ناكل فيها. شوي شوي، وجبه ريوق، وجبه غداء، وجبه عشاء، لان كان النهار كله ما في اكل. الحين لا، بالعكس، اكثر وجباتنا راح تكون بالنهار. صحيح. نوع الاكل نفسه والكميه. طبعا هذا لا علاقه بتنظيم الهرمونات اللي المسؤوله عن الشهيه. احنا الحين محتاجين ننظم برمجه الجسم، محتاجين ننظم الهرمونات المسؤوله عن الشهيه. شنو اقصد فيها هذه الهرمونات؟ احنا عندنا نوعين من الهرمونات، هرمونات تحفز الشعور او تعطي اشارات عصبيه للدماغ ان انا شبعت.
فتثبط الشهية مثل هرمون اللبتين على سبيل المثال. صحيح. عندنا هرمونات تعطي إشارات عصبية أن ترى أنا يوعانة الحين أبي أكل. هرمون الجوع اللي هو الجريلين. صحيح. هذه الهرمونات طبعا غيرها من الهرمونات، هذه الهرمونات تشتغل بتوازن وب يعني بطريقة منسجمة. احنا الأكل شافوا أن نوع الأكل، كمية الأكل وتوزيعه يأثر على هذا النمط أو هذا الروتين أو طريقة عمل الهرمونات. صحيح. شلون؟ نوع الأكل إذا كان دسم، إذا كان نوع أكلنا غني بالدهون، شافوا أن هذا يأثر على الهرمون اللي يعطيني شعور بالشبع. صحيح. فإحنا راح يصير عندنا شهية مفتوحة. مفتوحة. الشبع راح يصير فيه خلل، الهرمون هذا ما راح يشتغل صح. فشافوا أن الدهون لها علاقة، بالتالي لازم ندير بالنا من هالنقطة. ايضا الغذاء الفقير بالالياف الغذائيه. لما يكون الغذاء غني بالالياف الغذائيه راح يتم مده في الامعاء. صحيح. ياخذ وقته، هرمون الجوع يصير له تثبيط. فلما يكون اكلنا فقير بالالياف الغذائيه هذا الهرمون مال الجوع ما راح يصير له تثبيط، راح يزيد، فراح يحس بالجوع اكثر. صحيح. فراح ناكل اكل، ودائما الشخص اللي يكون يشعر بالجوع يتوجه لاكل دسم او كميات كبيره لانه يعان فيبي طاقه بشكل سريع. صحيح. وما يدري ايش ياكل اصلا. بالضبط. نعم. استاذنا بنعرف الحين قلنا حتى قبل اللقاء كنا نسولف التوجه للحلويات والمشروبات المحلى يزيد بشكل كبير خلال فتره رمضان. طيب التدرج اللي الحين راح ندخل فيه بعد رمضان، شلون نقدر نقلل من هذه الجرعات الكبيره اللي كنا ناخذها من الحلويات والمشروبات المحلى؟ طبعا هي المشكله كانت في رمضان وتبع هالعيد طبعا، خاصه باحتفال بالاكل، دائما المناسبات الحلوه لازم فيها اكل. صحيح. وعزايم ونروح نسير على الناس ونبارك لهم، واكثر شيء يقدمون لنا الحلويات وغيرها. هي شنو مضارها؟ دائما منظمه الصحه العالميه توصي بالتقليل من كميات السكر والاملاح وخاصه الصوديوم والدهون. نعم. احنا لو نعرف ايش كثر مسموح لنا ماكو مشكله، بس احنا مو عارفين وقاعد نتعدى. لو جينا نشوف ايش كثر مسموح لنا من السكر كبالغين، النساء تقريبا 6 ملاعق الوسط اللي هو التيسبون، و9 للرجال. هل احنا قاعد ناخذ هذه الكميه؟ احنا لو نشوف الوصفات، في وصفات فيها اكواب من السكر. صح. صح. فاحنا غير الاشياء الموجوده في المشروبات الغازيه والعصاير وغير اللي احنا نحطها مع الشاي وغيره. صحيح. فاحنا لازم ننتبه حق هذه الاشياء لان السايد افكت مالها وتاثير الجانبي امراض مزمنه. صحيح. واحنا بغنى عنها. نفس الشيء الصوديوم، احنا اللي نحتاجه باليوم تقريبا ملعقه وسط واحده فيها كميه الصوديوم اللي نحتاجها خلال يوم كامل، فاحنا ايش كثر قاعد ناخذ صوديوم غير الموجود بشكل غير مباشر في بعض المأكولات. فاحنا نبتدي نقلل من هذا الاكل ونستبدله باكل ثاني. يعني احنا نقدر بدال مثلا الحلويات نحاول يكون محتواها مثلا يكون فيه حليب. صحيح. بدال ما يكون فيه كريمات جاهزه وغيرها، يكون قليل الدسم دائما اختيارنا. لو حبينا نقدم اشياء الحلويات اللي فيها حشوات بدال ما تكون قشطه ولا تكون مثلا الجيمر والكريمات. صح. نختار مكسرات على سبيل المثال مثلا. اذا كانت الحلويات يعني مغطسه بالشيره بدل ما احنا نقول احنا نحط عليها كميات معينه احنا نتحكم فيها. صح. الفاكهة اختيار وايد زين كحلويات، حتى لو كان مثلا حبينا مع شوية كيك أو آيس كريم، بس يكون في فاكهة عشان نستفيد منها. صحيح. لو حبينا نحلي بالعصائر يفضل تكون فاكهة مثل ما هي أفضل منها تكون عصير. عصير. فهذه بعض البدائل اللي نقدر نستفيد منها كحلويات ونقلل من تكرارها. حلو. العنود يمكن في بعض الأكلات لازم نقطعها او نقلل منها بعد رمضان او نوخر عنها تحديدا، وفي امور لازم نقننها. في ناس تمشي ورا الكالوريز، انا مثلا باخذ هالكثر كالوري في اليوم ما ابي اتعدى، فاحاول اعادل في وجباتي واكلي وما احرم نفسي من اي شيء. طيب شنو اللي لازم ازيده؟ شو لازم انقصه؟ شو لازم ابتعد عنه تماما؟ بالضبط. مثل ما قلتي حسب كل شخص تختلف السعرات الحرارية اللي تناسب كل شخص. حتى لو كنت ماني عارفة بالضبط السعرات الحرارية اللي أنا أبيها، اختيار لازم يكون صحي. على سبيل المثال كبداية نقول أكو أنواع من الأطباق تنباع بالجمعيات اللي تكون مقسمة. صحيح. 3 أقسام. دائما الطبق الصحي يقول لك نصه يكون من الخضروات. صحيح. الربع من الكربوهيدرات وربع من البروتين. فلو جينا على وجبة الغداء على سبيل المثال المفروض نص صحن يكون، يعني نقدر نستخدم هذا الصحن كبداية عشان نقلم نفسنا. صح. نص الصحن يكون من السلطة على سبيل المثال. والنص الثاني الربع يكون من العيش على سبيل المثال لو كان عيش الكربوهيدرات اللي موجود، أو البروتين اللي هو اللحم أو الدياي أو السمك أو حتى الفول أو العدس، يعني يكون ربع الطبق الصحي. هذا كبداية كوجبة غداء على سبيل المثال. صحيح. اللي نكثر منه دائما ننصح الخضرة، وتكون ورقية، كل ما كانت ورقية كل ما كانت أحسن. الخضروات الملونة الفجل وغيرها، الطماط فيهم مضادات أكسدة بنسبة عالية. ما نقطع السلطة بحجم صغير لأن راح تفقد من قيمتها، كل ما كانت أكبر كل ما كانت أحسن. نبتعد عن الصلصات الجاهزة اللي تنحط. الفاكهة لازم تكون موجودة خلال اليوم مثل ما هي. الكربوهيدرات تقريبا نص سعراتنا الحرارية من الكربوهيدرات.
نصها لازم يكون من الحبوب الكاملة صحيح. اللي هو الأسمر. حلو. بالتأكيد إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع والكل يقدر يعدل نظام الغذائي بأسرع وأنسب طريقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على وجودك ويانا الأستاذ العنود فيصل الصميط اختصاصية التغذية العلاجية. راح ننتقل وياكم الحين إلى الوقفة الرياضية مع الزميل غريب الغريب وآخر الأخبار الرياضية.